هذا الموجز برعاية فنتلينك آبيا. إخلاء مدرسة تحضيرية في مدينة كيرونا بعد تلقي أهل التلاميذ الأطفال تهديدا وصف بالخطير عبر الرسائل النصية القصيرة SMS. إدارة المدرسة قالت إن الرسائل تضمنت تهديدا بإطلاق النار في المدرسة. الحكومة السويدية تتوصل إلى اتفاق مع حزبي الوسط والليبراليين سيتم بموجبه منح مكافأة مادية للمناطق التي تنجح في تقصير قوائم الانتظار لطالبي الرعاية الصحية بين خريف عام 2018 وخريف عام 2019. استنفار الشرطة في مدينة يونشوبينغ صباح اليوم بعد ورود إنذار حول وقوع انفجار في إحدى المباني، سرعان ما تبين أنه ناجم عن تفجير نوع من أنواع الألعاب النارية. الأمم المتحدة تعلن أنه تم تسجيل أكثر من 70 مليون لاجئ أو مهاجر في عام 2018، وهو رقم قياسي لكنه أقل من العدد الفعلي للأشخاص الذين نزحوا من ديارهم أو طالبي اللجوء. وفي الإجمال فإن عدد النازحين في العالم ازداد بمقدار الضعف في السنوات العشرين الماضية. هذا الموجز برعاية فنتلينك آبيا.